قبل القرن العشرين كان الناس يتحسسون من مصطلح سرطان الثدي، وإذا بغوا يتكلمون عنه كانوا يتكلمون بأصوات خافتة لاعتبار أن الكلام عن موضوع مثل هذا مخجل، بل إن بعض النساء كانت تميل إلى تحمل المعاناة من المرض وأحيانا الموت بصمت بدلا من طلب الرعاية والعلاج. معكم المهندس تركي الدوسري في حلقة جديدة من بايوميديا. السلام عليكم. رسالة ود لكل أب وأخ وزوج وسيدة كريمة، الرحلة آمنة، نقولها كل سنة في شهر أكتوبر بأكثر من عبارة محفزة ومشجعة. كل مرض أو داء يصيب أجسامنا قد يحدث بسبب تأثير عوامل خارجية أو تغيير في عمل المكونات الداخلية، مما يؤدي إلى خلل في تقسيم أو تكاثر الخلية الطبيعية، مما يؤدي إلى تكون الخلايا السرطانية. لذلك الوقاية خير من العلاج، والوقاية اللي إحنا نتكلم عنها اليوم هي الفحص المبكر، واللي قلنا فيه إن الرحلة آمنة. فإيش فكرة الفحص المبكر لسرطان الثدي وارتباطها بشهر أكتوبر؟ بالبداية ارتبطت الحملة باللون الوردي من الشريط اللي تم إهداؤه للمتعافيات من سرطان الثدي من مؤسسة سوزان جي كومن في خريف عام 1991 ميلادي، حيث قامت المؤسسة بتوزيع شريط وردي في حملة توعوية أطلقتها لسرطان الثدي بمدينة نيويورك، وبعدها تم اعتماد الشريط الوردي كرمز لشهر التوعية السنوية بخطر سرطان الثدي. هذا الشعار لازم يتذكره الجميع لأن حقائقه تصدمنا بشكل مخيف. كيف يا تركي؟ إيش علاقة الشعار بالرقم 8؟ الدراسات تقول أنه واحدة من كل 8 نساء معرضة للإصابة بسرطان الثدي، وأزيدك من الشعر بيت، سرطان الثدي هو السرطان الأكثر تهديداً للنساء في الشرق الأوسط والعالم أجمع بنسبة 25%. أصدمك لما أقول لك كل 3 دقائق يتم تشخيص سيدة ويكون عندها سرطان ثدي. نقدر نقول أنه من بداية الحلقة إلى الآن تم تشخيص سيدة تحمل المرض، ويعتبر المسبب الثاني للوفاة من السرطان عند النساء. طيب ليش نعيد ونزيد وراء فكرة الفحص المبكر؟ في دراسة سريرية حسب موقع وزارة الصحة تقول إنه من بين كل 100 مريضة تتراوح أعمارهم بين 40 إلى 60 سنة يعانون من مشاكل بالثدي، تكون نسبة 30% منهم ما عندهم سرطان ثدي، 40% عندهم تغيرات كيسية ليفية، 7% عندهم سرطان لكنه ورم حميد، 10% فيهم سرطان ثدي. عشان كذا دائما نعيد ونزيد، الوقاية خير من العلاج، الرحلة آمنة، افحصي الآن. تدري أنه 73% من الحالات في المملكة العربية السعودية تصل إلى الطبيب في مراحل متأخرة جدا لا مجال لشفائها، مقارنة ب 30% من الحالات في البلدان المتقدمة. لاهتمام الأسرة والمجتمع معا بنظام الكشف المبكر والدوري للثدي. واللي ما تعرفه إن هذا يكلف دولنا كثير. تدري علاج المريض الواحد يكلف الدولة أكثر من 1,000,000 ريال سنويا؟ عشان كذا الدول والحكومات تدفع ميزانيات كبيرة وكبيرة جدا لتدارك هذا الأمر. لذلك التوعية والتثقيف للكشف المبكر لها دور كبير في اكتشاف المرض واحتواء خطورته وانتشاره. خلني أقول لك أنه نسبة الشفاء تزيد عن 95% في حال تم اكتشاف المرض بمراحله الأولى، يعني يلزمنا الفحص المبكر. وعشان كذا كل المنظمات العالمية وأولها منظمة الصحة العالمية تحث على الكشف الدوري كل سنة إلى سنتين لما يوصل عمر السيدة 30 سنة، إذا كان عندها تاريخ عائلي أو وراثي أو تعرضت لإشعاع عالي، وأكدت على الكشف لما توصل السيدة 40 سنة. ترى الموضوع لصحتنا وسلامتنا جميعا كأسرة وكمجتمع،
وبحكم التخصص بالأجهزة الطبية يعتبر جهاز الماموغرافي هو جهاز الفحص بالأشعة السينية Ionizing Radiation للكشف عن سرطان الثدي والمتوفر في أغلب مستشفياتنا والمراكز المتخصصة للفحص المبكر. الجهاز بإمكانه التنبؤ بالمرض قبل بدايته بثلاث سنوات من خلال نتائج الأشعة المستخرجة بعد قراءتها الطبية من قبل الكادر الطبي المختص، واللي يخلي الأطباء يتمكنون من اتخاذ القرارات الطبية العلاجية المناسبة. طيب يقولون إنه الجهاز والأشعة هي اللي تسبب السرطان. الله يسامح جروبات الواتساب اللي تنشر مثل هالإشاعات. أثبتت الدراسات أن نسبة الأشعة اللي يتعرض لها المريض في الجهاز أقل من الأشعة اللي يتعرض له هو ياخذ أشعة سينية للأسنان. عشان أكون أكثر وضوح معاكم، ترى نسبة الأشعة تمثل من 1-5% من الإشعاعات الطبيعية اللي يتعرض لها الإنسان لما يخرج من بيته. خلاص اتفقنا أنه الرحلة آمنة وأننا راح نفحص بشكل دوري. نبغى الرحلة ما تكون آمنة، بس نبغاها تكون قصيرة بعد بكشفك المبكر، عشان ما نطولها على أنفسنا ونوصل لمراحل نضطر فيها للعلاج الكيماوي والجراحي والإشعاعي. وعشان تطمن، وبما أننا في نهاية حملتنا لهذه السنة، أبشركم أعلنت وزارة الصحة أن 99% من نتائج الفحص على اللي كشفوا هالشهر سليمة، وهذه النتيجة تجي بأسباب منها جهود وزارة الصحة وكذلك الجمعيات ذات العلاقة مثل جمعية بلسم وزهرة وطهور من داخل مملكتنا الحبيبة، ومثل جمعية بهية بمصر وجمعية حياة بالكويت وجمعية أصدقاء مرضى السرطان بالأردن والإمارات وغيرهم الكثير اللي ركزوا جهودهم ووقتهم لمحاربة هذا المرض. فشكرا جزيلا لكل اللي يبذلونه للمجتمع. الله يحفظ أمهاتنا وزوجاتنا وبناتنا وأخواتنا وكل حبايبنا، ولا ننسى أن وراء كل ألم أمل. وبكذا وصلنا لنهاية حلقة اليوم. اكتبوا لي في التعليقات أنتم فحصتوا ولا لسه، وهل لسه عندكم تخوف من الفحص المبكر؟ ولو تعرفون أحد متردد في الفحص انشروا له الحلقة عشان يشوفها زيكم، وتكونوا ساهمتوا في نشر الوعي في المجتمع وفي أسرتكم على الأقل. أسعدتموني بأراءكم في الحلقة السابقة، فاستمروا. إعجابكم واشتراككم بالقناة يحفزني للمزيد، وانتظرونا كل خميس الساعة 7 المساء. سلام.